بسم الله، نبدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم نبدأ ويبينار مجاني عن مؤشرات عمق السوق، أو ما بيسموه البريث انديكيتورز، أو بعض في حاجات منها بيسموها الانترنالز، أو بيقول لك يعني في بعض الناس بتقول لك دي حاجات بتقدر تقيس لك قوة السوق أو ضعف السوق. المؤشرات دي يا شباب أول شيء مشهورة جدا في الأسواق العالمية، يعني تقريبا مفيش كتاب تكنيكال أو الناس اللي خدوا شهادات السي اف تي اي أو السي ام تي إلا لما يكونوا درسوا المؤشرات دي. بس المشكلة إن المؤشرات دي مش موجودة في الأسواق العربية للأسف، لأن البرامج اللي بتزود الداتا زي مباشر أو تيكر تشارت اللي هم الأشهر، أو بقية البرامج التانية، ما اهتموش إنهم يطلعوا الداتا دي. يعني البيانات دي المفروض إن حاليا أي حد مشترك في السوق الأمريكي يقدر يشوف الداتا أو المؤشرات دي بسهولة، لأن ليها طريقة معينة أو ليها فكرة معينة. الحمد لله يعني قدرت عن طريق برنامج طورته ان اقدر احسب المؤشرات دي للاسواق العربية والسوق السعودي والسوق، يعني اي سوق عربي ما عنديش مشكلة فيه، اقدر اطلع منه ايه عن طريق البرنامج اللي طورته ان اقدر ارسم المؤشرات دي. وسبب ان انا اهتميت بالموضوع ده ان المؤشرات دي انعكاس مهم. حاليا يا شباب معظم الناس بتحلل الشارت او بيبصوا للماركت عن طريق المؤشر العام، تمام؟ كتير من الاوقات يقول لك يبص على المؤشر العام، بس المؤشر العام مشكلته انه مش اداة دقيقة او اداة واضحة لقياس السوق. هسألكوا سؤال، مين فيكم يعرف المؤشر العام محسوب ازاي؟ يعني عايز اسمع كده اراء، يعني مين فيكم يعني مؤشر عام تاسي مثلا او سوق او مؤشر السوق القطري محسوب ازاي؟ يعني ايه معادلته؟ يعني ايه نقطته، او ايه بيتحسب ازاي، او ايه الاسهم اللي موجودة في المؤشر؟ هل في اسهم بره المؤشر؟ هل هو بيركز على اسهم بطريقة معينة؟ تمام، في ناس وزن الشركات مظبوط، وزن الشركات بالسوق حلو. هل الوزن متساوي؟ لا، في صوت يا شباب، في صوت ولا مفيش صوت؟ في لو في صوت اكتبوا لي واحد. طيب الصوت تمام، الصوت تمام يا شباب. اللي بيقول ما في صوت، مين ما عندوش صوت؟ ورونا مين ما عندوش صوت. ثانية، اللي الصوت رجع. اوكي طب حلو، نكمل. الآن حسب الوزن مش متساوي، يعني مثلا السوق السعودي مثلا مع بيتحسب على وزن القيمة السوقية، او يعني بيركزوا اكتر شيء على القيمة السوقية في السوق، تمام؟ يعني اكبر شركة حاليا في المؤشر العام الناس تقول لك سابق، هو لا، هو واقع لغاية تقييم اخر سنة. في يعني انا اخر حاجة اطلعت عليها في اوائل 2013 ان حاليا اكبر شركة موجودة في السوق السعودي هي الراجحي، على اخر تقييم على 2012 لقيته على موقع ارقام. انا مش مهتم قوي يعني بالحسبة بتاعته، بس انا قصدي ايه يا شباب من الهدف ده، انا دايما بفكر، بحاول افكر زي صانع السوق. يعني دايما ببص للدنيا صانع السوق ازاي هيفكر او ازاي هيرى النقطة دي. الحين صناع السوق، انا مثلا نفرض ان انا مجموعه مضاربين عندنا قدره ماليه ضخمه ان احنا نقدر نتلاعب في السوق او نشتغل في السوق، وده طبيعي جدا، وان اي سوق مالي لازم فيه احتكار ولازم فيه صناع سوق. ف يعني لو سوقك ما لو اي سوق او اي سهم ما فيه صانع، السهم ده زي قلته ولا هيتحرك ابدا. يعني احلى حاجه في السوق وجود الهوامير، ده اللي بيخلي السوق يتحرك. حلو، متفقين؟ طيب انا قال لو مجموعه لو احنا مجموعه جروبات وعايزين نعمل نحرك السوق او نفهم الناس سلوك معين، احنا مش ممكن نقدر زي بيقولوا يعني نسيطر على حركه بعض الاسهم الكبيره بحيث ان المؤشر ما يتحركش حركه قويه، ويكون وابدا مثلا في ناحيه تانية ابدا احرك الاسهم الصغيره. يعني كثير من الاحيان تبص للمؤشر العام تلاقي ممكن المؤشر العام داخل في مسار افقي، تمام، بس تلاقي اسهم في اسهم صغيره مثلا او متوسطه مولعه الدنيا. تلاقي سهم ممكن سهم يعمل 100%، يعمل يعني فيها في جنان بيحصل في الاسواق، وانت لو جيت بتبص على السوق انت مش عارف، لا ده السوق نازل، ده السوق احمر اليوم. ممكن في ايام كتيره قوي كنت تلاقي السوق احمر يوم واثنين وثلاثه، وتلاقي في اسهم ولا كأن يعني ده سوق وده سوق تاني خالص. مش ده كان بيحصل يا شباب؟ تمام. طيب احنا كنا بنقول من شوية ان المؤشر العام
الناس بتقيس عليه، لانه ما في شيء، لانه هو هو الهيئه او السوق هو اللي قايل لك انا ده المعيار اللي تقيم عليه السوق. بس يعني في حد جاي يقول لي انا ده المعيار اللي تقيمني على اساسه، مين قال ان هو ده المعيار الكافي او الوحيد اللي ممكن تقيم على اساسه؟ ده مش صحيح. ليه؟ التقييم اللي بيتم عليه المؤشر العام او مؤشرات في معظم الاسواق بيكون ميال اكثر ناحيه يعني وجهه النظر الاستثماريه. يعني هو ده مثلا لما يعني السوق مقيم حاليا في تاسي مثلا او تداول مقيم حاليا حسب القيمه السوقيه لاكبر الشركات، هو عايز يقول لك ان الشركات اللي وضعها المالي جيد وبتكبر وكذا هي افضل ان اقدر اقيس عليها السوق. بس انت في المضاربه مش ضروري ده اللي يحصل. المضاربة في الأسواق ما بتقسي على يعني مش موضوع بس أرباح سابق كويسة يبقى السوق كله هيبقى كويس، مش ضروري. أنت ممكن تكون أرباح سابق زينة وتلاقي السوق كله داون ترند عادي جدا، ممكن تلاقي أرباح سابق سيئة وتلاقي أرباح الراجح سيئة، ومع كده تلاقي السوق مولع وطاير لفوق. حلو. فاحنا الان في الفكر بتاع البريث انديكيتور او فكر مؤشرات عمق السوق، هنبدا نبص نخلي تاسي ده على جنب شويه، نبدا نقول له تاسي انت اداه انا اقدر استخدمك، بس مش هقدر استخدمك 100% لانك انت يا تاسي مش معيار سليم، مش دقيق، بلاش نقول سليم، دقيق او يخليني اقدر افهم الصوره. حلو. هفهمها لكم تاني بقى. انت لما السوق اساسا ايه هو السوق، يعني تركيبته الرئيسيه، هل تركيبته الرئيسيه هي تاسي ولا تركيبته الرئيسيه هي الاسهم؟ يعني ايه الاساس بتاع السوق، هل الاسهم كلها ولا تاسي؟ الاسهم. يبقى انا دايما اللي بقدر اقيم عليه او احلله او اقراه هي الاسهم. حركه الاسهم هتنعكس على تاسي. يعني الاسهم دي لو ايجابيه تاسي غصب عنه هيقف مكانه او يتحرك لفوق، مش العكس. مش عشان تاسي ايجابي يقوم السوق يقوم الاسهم تبقى ايجابيه، لا، تاسي ده بيجي بعد الاسهم، يعني تاسي بيعبر عن حركه الاسهم. اتفقنا؟ طيب السلايد الحالي ظاهر قدامكم ده يا شباب، ده بس انا جبت يعني سكرين شوت كده للاسهم مؤثره في السوق، الراجحي سابق اتحاد صلاه. بص الاسهم دي الاسهم القياديه والاسهم الكبيره، لو انت قستها ان دي الاسهم بس، يعني في وقت من الاوقات كان الراجحي مثلا واقف في سايد واي يعني وقت قريب، ونفس الموضوع يعني كان السوق ساعتها في سايد واي، مع ان كان في فرص كتير في الاسهم انك تدخلها. حلو. فاحنا دايما هنبتعد عن طريقه الاحتساب دي ونخليها على جنب، ونخلي تاسي ده مجرد اداه تاكيديه او اداه جانبيه اننا نشتغل عليها. ده برضو سلايد تاني للشباب من السوق القطري، نفس الموضوع. السوق القطري بيحتسب برضو عن نسبه، ودي اكبر الشركات الموجوده في السوق القطري، صناعه قطر والريان وما شابه، ونفس السيناريو ونفس الكلام ده موجود في السوق الامريكي. في يعني مثلا السوق القطري بيحسبه على اكبر 20 سهم، 20 سهم بس، زي الداو 30 سهم، والاس ام بي سوق يعني كل يعني جهه ممكن خلي بالكم يا شباب، في برامج حاليا موجوده انت ممكن انت تخترع مؤشر. يعني في برامج انت موجوده حاليا انت ممكن تحط وزنيه معينه للمؤشر وتحط وهو بيطلع لك يرسم لك مؤشر زي تاسي كده. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم على الكلام الاساسي. طب يا احمد انت قلت الان ان تاسي او المؤشرات العامه غير مقياس واضح للشارت، امال ايه المقياس الواضح للشارت؟ الشارت حاجه من اتنين، او الماركت، انا بالنسبه لي اسهم، انا الحاجه الرئيسيه عندي في الماركت هي الاسهم، ادي الاسهم. هفترض ان الاسهم ادي كل الاسهم اللي في السوق، انا برسم كده دايره اهم 2 4 6 8 9 10، انا رسمت الان 10 اسهم. حلو. انا الان عايز اقيس اداء السوق اللي فيه العشر اسهم دول. هسالكم، لما الاسهم دي لو ثلاث اسهم بس من اصل المجموعه ارتفع اليوم والباقيين كانوا على نفس ادائهم، هل ده سوق جيد ولا لا؟ على اليوم انا بحلل على جست، لو يوم واحد بس لا. طيب لما الاقي ان الاسهم دي بدات ايه؟ زادت، صاروا 5 مقابل 5، الوضع بدأ يصير متعادل، زادوا بقوا 6. حلو. ايه اللي بيحصل الان دولي؟ هسألكوا سؤال، هفترض ان الاسهم اللي اتحركوا الان 7 اسهم وتلات اسهم واقفين مكانهم. طيب لو ال7 اسهم دولي اسهم صغيرة والتلات اسهم دي اسهم كبيرة،
تمام. لو جيت تبص على تاسي هتلاقي تاسي واقف مكانه، ما كانش نازل. بس واقعيا كحالة السوق، السوق كأسهم بالنسبة لي أنا كمضارب، لما ألاقي 7 أسهم متحركين لفوق معناه إن في ناس مهتمة بالحركة، صح؟ يعني اللي حاصل إن في ناس مهتمة بالحركة، يعني في فولي، في شغل، في تريدنج، في ناس بتشتغل، تمام. وهو ده المطلوب بالنسبة لي. لما انا الاقي اسهم عددها بدأ يزيد في الصعود معناه ان في مضاربين بدأوا يدخلوا، في كاش بدأ يدخل هنا. دخول الكاش في الاسهم دي بالنسبة لي فرصة، معناه ان قدامي ان الماركت ده بدأ اداؤه يبقى احسن. طيب اليوم لقيت، يعني انا الحين هرجع لنفس المثال بس هطبقه على كذا يوم، لقيت اليوم 3 اسهم طلعوا بس من اصل 10، كويس. تاني يوم لقيت بس لقيت 4، تالت يوم لقيتهم 3 تاني، بعدين بقوا 5. ايه اللي انت شايفه الان؟ ايه شايف ايه الاداء بتاع الاسهم كصعود كتوتال صعود؟ ارجع اقول لك الان، انا الان انا هفترض ان الاسهم دي اسهم صغيره، كلها اسهم تامينات، هذه كلها اسهم تامينات، اوكي، هفترض انها كلها اسهم تامينات، تمام. وانا بالنسبه لي راجحي سابق اتصالات واقفين مكانهم، اوكي، ما كانوش نازلين، راجع حسابك اتصالات واقفين مكان، ما كانوش نازلين، تمام. بس انا ملاحظ ان الاسهم كل الباقيين اللي في السوق كل يوم بيرتفعوا، بيعملوا كلوز اعلى كلوز اعلى. فده معناه ايش كسلوك مضاربي؟ معناه ان المضاربين مثبتين الاسهم هنا او مهديين هنا عشان يقدروا يشتروا هنا ويحركوا ليه السوق. طيب انا كمضارب يبقى السوق ده فرصة ولا مش فرصة؟ فرصة وممتاز، وهو ده الشق، وده السوق اللي تشتغل فيه، وده اللي بيخليك تعرف السوق لما يحصل فيه نزول هل فرصة ان اشتري ولا لا. يعني المعايير دي اللي هتخليك لما يجي سوق في يوم نازل 5%، هل اليوم ده احط اوردراتي تحت على النسبة اشيل ولا ما اشيلش. مشكلة الناس في التريدنج فاكرة انك لما تشتري السوق اخضر، مش صح انك دايما تشتري السوق اخضر، ده مش دائما، يعني هي ليها حالات. بس انا بتكلم افضل فرص انك تدخلها لما السوق يكون رامي بيرمي اوردرات لتحت، يعني تاخد سهم رامي 10% تحت فرصه. طب انا اعمل امتى الاكشن ده؟ لما اكون انا مش شايف الصوره العامه ان السوق اتجاهه ايش؟ اب. طب انا يعني خلي بالك لما الاسهم ترمي 5% 6 تحت غالبا هتلاقي شكل المؤشر تاسي ماله؟ هابط. بس ممكن تكون اتجاه المؤشرات العام بتاع الاسهم كلها اب، فدي بالنسبه لي فرصه جيده ان انا ايه اشتري. حلو، واضحه الى الان الكلام منطقي، احنا بنتكلم كلام بس حبه واحده بواحده. طيب الان احنا هنستخدم خلاص، انا بالنسبه لي الاسهم، طيب في قاعده دايما معروفه، قاعده الطلب والعرض، سهم عليه شراء يطلع ولا ينزل، بس طلب وعرض، اي حاجة عليها طلب ترتفع ولا تنزل، ترتفع. حلو، يبقى انا لما عدد الاسهم، كل الاسهم كل ما تطلع الوضع ايجابي، كل الاسهم ما تنزل الوضع سلبي. keep it simple. حلو، يعني انا عندي الان السوق 158 سهم 160 سهم مثلا، لقيت كل يوم عدد الاسهم اللي بيزيد اللي بترتفع بيزيد، يبقى الوضع تمام 100 100، الله اكبر، انا كده في الايه في الامان، والماركت ماشي حلو. يبقى انا اول حاجه هبدا اقيس عليها او ابص لها الاسهم الصاعده والاسهم الهابطه. طيب تكنيك تعمله وانت بتضارب وقت السوق، افتح تكر تشارت، افتح مباشر، لقيت السوق بينزل عامل ليميت داون، او سوري في نزول في السوق او السوق متلخبط، بص على كام سهم اخضر وكام سهم احمر، ده مقياس للحاله اللي بتحصل الان، كام سهم على النسبه تحت وكام سهم على النسبه فوق. يعني دايما احيانا يقول لك السوق، يعني السوق يوم ما نزل من كام شهر هوب 5% تحت ولا اكثر، الناس تقول لك مرعوبه وتقول لك السوق رايح في داهيه. كنت بقول للناس بص كام سهم قفل على النسبه، ده عدد الاسهم اللي قفلت على النسبه مثلا 5% من اصل السوق، يبقى ولا حاجه، يبقى اللي بيحصل ايش؟ مجرد تمثيليه، مجرد مسلسل يوهمك انك انت تطلع من السوق، بس هو واقعيا بيحصل شرف وين؟ في السوق، تمام. يبقى انا
اول معيار ابص له الاسهم الصاعده والاسهم الهابطه، ده ببص له على معيار الجلسه اللي انا فيها، او معيار اللحظه اللي انا بشتري فيها، او معيار اليوم اللي انا بشتري فيه. تمام؟ مثال يعني، انت الان وانت بتحلل الماركت بتاعك وقاعد تختار فرص، وانت بتقلب على الميتا ستوك تاك، بتتفرج على الاسهم، لما تلاقي معظم اسهم السوق شمعات خضراء، ايجابي ولا مش ايجابي؟ ايجابي ولا مش ايجابي؟ ايجابي. وهو يعني دايما دايما ده القياس الحقيقي، ده القياس الاكشوال للماركت مش تاسي. يعني اما تبص، بص لاسهم ده. طيب انا يعني هنتكلم كده تكنيك الان، بص على الاسهم اب اور داون. طيب نكمل. يبقى انا قلت هنا الاسهم الصاعده الاسهم الهابطه. طب تعالى هنعرف ايه معنى صاعد وهابط. الان الاسهم اللي عملت نيو هاي الماركت، بصوا يا شباب، دايما قمه المومنتم او العزم النيو هاي، القمه الجديده. احنا في تعريف الترند المعروف التاريخي، قمم صاعده وقعان صاعده. يبقى انا بالنسبه لي لما الاقي ماركت عمل كده، يبقى ده ايجابي ولا مش ايجابي؟ ايجابي. طيب لما الاقي السوق بدا تاسي في مسار افقي، او السوق قد في مسار افقي، وانا بتفرج على الاسهم لقيت معظم الاسهم عامله نيو هاي، يبقى الوضع تمام ولا مش تمام؟ الوضع تمام ولا مش تمام؟ الوضع تمام، لان غالبا بيحصل يا شباب، وده بتحصل وحصل كتير، يكون الاسهم كثيره اخترقت لفوق، تيجي الاسهم تصحح، يكون تاسي لسه هنا والاسهم الكبيره لسه ما اخترقتش، يقوم تاسي نازل، تقول لك الناس هوب هيحصل، الدنيا رايحه في داهيه والماركت رايح، فلوسك راحت وصابر، مع ان واقعيا اللي بيحصل تصحيح للاسهم اب في الترند اللي ايش؟ اللي فوق. تمام؟ حلو. يبقى انا بالنسبه لي النيو هاي يعني في عزم، احنا قاعده تقول بعمل نيو هاي، يعني انا كان عندي مقاومه كده كان فيها ناس بتبيع، عملت نيو هاي يعني صانع السوق قدر يشتري من الناس دي ويحرك السوق لفوق، يبقى نيو هاي كويس. يعني انا الحين لو عندي 160 سهم، حلو، وانا بقلب فيهم كده لقيت ان ال 160 سهم دول عاملين هاي اعلى مثلا من 20 يوم، عملت بس 60% منهم عاملين هايات، يبقى السوق ايجابي ولا مش ايجابي؟ ايجابي وتحفه. تمام؟ حلو. يبقى انا ببص على النيو هاي النيو لو. طب تعال نفرج السوق لما يخش بقى، يبقى عامل زي الفشار لما السوق يتحرك لفوق ويبدا يطالع نازل كده ويخش في مسار افقي، دايما عينك على النيو لو. لو انا في لما الماركت بعد فرحه الطلوع دي ودخل في مسار افقي، هل الاسهم بدات تعمل نيو لو اكثر ولا نيو هاي؟ لو الاسهم، عدد الاسهم اللي بدات تعمل لو جديد، تكسر دعم، اسهم بتكسر دعوم اكثر، يبقى الماركت ناوي ايش؟ ياخدني وايش؟ وينزل. تمام؟ طيب كل ده كلام منطقي. واحد الفاضل البديل كمان اللي بنبص عليها، انا واحد من الناس بحط، بحب المتوسطات جدا، بحط متوسط على الشارت وبشوف عينيا كده وانا بقلب كام سهم مغلق في المتوسط وكام سهم تحت المتوسط. انت عندك اداء، عندك فصل مدرسي عايز تعرف اداء اللي فيه، هتقول كام واحد محقق اعلى متوسط وكام واحد اقل من المتوسط. لو مثلا الفصل كله 30 طالب، 20 واحد اقل من المتوسط، الفصل ده تعبان، صح؟ نفس الموضوع لما اعرف عدد الاسهم اللي في المتوسط والاسهم تحت المتوسط. هوريكوا الكلام ده على الشارت، هوريكوا حاجات نقط انتري هتخش فيها يعني، ونقط اكزيت قبل ما الماركت يلف ازاي بتحصل، لان الماركت عمره ما هيلف قبل ما هيكون الاسهم بدات تنزل، صح؟ يعني انا ممكن الان هديكم مثال، الان سابق طلعت فوق عملت 10% فوق، هتلاقي تاسي ما شاء الله منور، ممكن في اللحظه دي يكون الاسهم الصغيره كلها ايش؟ داون. فالمؤشرات اللي هي بتقيس لي الكلام ده ملهاش دعوه بسابق، لها دعوه بده، هتقول لي خلي بالك السوق بدا يدحدر، انت انت طالع بس الطلوع ده ايه؟ خروج اكزيت. تمام؟ الى الان تمام؟ نبدأ بقى نتكلم في الكلام الحلو. اسمحوا لي بس امسح الشارت. اوكي. طيب ايه هي الاسهم الصاعده؟ ايه تعريفنا الاسهم الصاعده وتعريف الاسهم الهابطه؟ الاسهم الصاعده
هي لما اليوم السوق، انا عندي السوق، انا مبرمج برنامج كده شباب بيعمل ايه في السوق السعودي، بيقرا الداتا كلها في السوق السعودي او السوق القطري، ويجي يشوف اغلاق اليوم اعلى من اغلاق امس، حلو، يبقى السهم ده يعتبر صاعد. عد معايا، ادي واحد، يعني انا الحين لو معايا 10 اسهم، يقعد في ال10 اسهم دول يشيك، اغلاق اليوم اعلى من اغلاق امس، اه حلو، يبقى التوتال كده صاروا 2، اغلاق اعلى من امس 3، اغلاق اقل لا، يبقى انا كده انت 3 معايا. يقعد يعد لك كام سهم اغلاقهم اليوم اعلى من اغلاق امس، ده البرنامج بيحسب لي الكلام ده كله. وبعدين نفس الطريقة يقوم حاسب لي الأسهم الهابطة، كام اليوم كام سهم إغلاقه أقل من إغلاق أمس، تمام؟ حلو. بعد ما البرنامج بيحسب الكلام ده تمام، بيحط لي الداتا جوه الميتا ستوك. أنا بقى في الميتا ستوك بعمل إيه؟ مبرمج مؤشرات، بتحسب لي إيه؟ بعمل كذا حاجة بسيطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة بسيطة، هنجرب كذا تكنيك. إحنا قلنا إيه يا شباب؟ مش قلنا إن الأسهم الصاعدة كل ما تكون اكثر يكون الوضع ايجابي ولا لا؟ طيب حلو، طيب والاسهم الهابطه كل ما تكون قليله يكون الوضع تاني. انا بعمل ايه؟ اول شيء، اول مؤشر انا مبرمجه بيحسب لك نسبه الاسهم الصاعده على كم، يعني نسبه الاسهم الصاعده بالنسبه للسوق كم سهم، يعني ايه كم سهم طالع بالنسبه لتوتال السوق. الحين انا عندي 160 سهم مثلا، بيجي يشوف 60 سهم طالع على اصل 160، يبقى النسبه المئويه قد كذا، هوب يوم يوم حاططها ايه، حاططها على الشرط. كل يوم كل يوم كل يوم يحسب الكلمه دي تك تك تك، يوم رسمها لي على الشرط. انا بقى بناء على المؤشر ده او بناء على الرسم ده ببدا اتحدد، اه بيبدا الماركت يعطيني رؤيه. طول ما المؤشر هو طالع يبقى ده معناه ايش؟ معناه ان نسبة الاسهم الصاعدة اعلى، صح ولا لا؟ تمام. طيب قاعدة تانية، الحين لو كل الاسهم بتطلع مرة واحدة، لو كل الاسهم صاعدة، يعني الناس كلها بتشتري في الماركت، مين اللي بيبيع؟ مش الماركت لازم يوصل لمرحلة والسوق يهدي؟ يعني انا معاك، لما كل السوق يبقى اداؤه كل الاسهم تحت السوق طالعة، مستحيل تفضل طالعة، لما كله يطلع لازم الماركت يبدأ ايش؟ يحصل حاجة اسمها الكونتراريان، التشبع، لازم الماركت يهدى. عشان اشبهها لكم، لو السوق مكون مننا احنا بس يا شباب، احنا يعني تقريبا مثلا 30 فرد، لما السوق يكون مكون مننا احنا بس، لو كلنا اليوم اشترينا بكل الكاش اللي معانا، يبقى كل السوق اليوم طالع اخضر 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 كلنا، بكرة هنقدر نشتري زيادة؟ انا اشتريت بكل كاش اللي معايا، وكل اشترى بالكاش اللي معايا، كل اشترى لنا بالكاش، تاني يوم مين هيشتري؟ السهم هيقف مكان، تمام؟ نفس النظام، لما كل الاسهم بتوصل للاكستريم تبدا تطلع خلاص، يبقى كده الموضوع بدا يخش في حاله تشبع او حاله كده. طيب لما تبدا الاسهم تنزل، معناه لما الاسهم اللي كانت صاعده دي بدات تنزل، يبقى الوضع بدا يخش في السلبيه، ولا لما بدا يخش في السلبيه؟ بدا يدخل في السلبيه. طيب تعالوا نفتح الميتا ستوك. ظهر عندكم الميتا ستوك يا شباب؟ ظهر عندكم الميتا ستوك يا شباب؟ لو ظهر تكتبوا لي واحد كده، ظهر. حلو، شايفين المؤشر اللي فوق ده؟ هو ده المؤشر اللي انا مبرمجه بيحسب لي نسبة الاسهم الصاعدة بالنسبة للاسهم، بالنسبة لتوتال السوق، الاي دي، زي ما معادلته بسيطة، كام سهم طالع على توتال السوق، بس معادلة بسيطة جدا كمؤشر. حلو، انا بالنسبة لي المؤشر ده كل ما اشوف اتجاهه لفوق كده، كل ما الاقي اتجاهه لاب كده، اعرف ان مين اللي مسيطر اكثر، الاسهم الطالعه ولا نازله، الاب اور داون، الاب. انا بالنسبه لي بشتغل في المؤشر ده ازاي؟ الان بقول عامل كده، حلو، بقوم حاطط مستوى ال 30 اهو، مستوى ال 70 اهو، تمام. بالنسبة لي يا شباب، ده
ده انا عامل سيستم، مبرمج سيستم، برنامج بيحطها في الميزه دي، مش موجوده يعني، موجوده للسوق الامريكي، مش هتلاقيها للاسواق العربيه. اوكي نكمل. بالنسبه لي بقدر بشتغل ازاي في المؤشر ده؟ المؤشر ده وظيفته ان انا اقرا بيه السوق، مش ان انا بقرا بيه سهم معين، لا انا بقرا بيه السوق نفسه. السوق، هل السوق بولش؟ هل السوق ايجابي؟ هل السوق فرصه ان انا ادخل اشتري؟ كل ده واحد من المؤشرات اللي انا بستخدمها. تمام، هو مؤشر سريع شويه. في مؤشرات تانية، في مؤشرات هوريها لكم ايه، اكتر مؤشر هوريه لكم اللي هو مبني على المتوسط، في مؤشر تاني بستخدمه مبني على الفوليوم، حبه بحبه. طيب تعال، اول تكنيك، اول اشاره انا باخدها من المؤشر ده التشبعات. يعني اول اشاره انا باخدها من المؤشر ده التشبعات، يعني السهم لما او المؤشر ده لما ينزل تحت مستوى ال 30، بالنسبه لي السوق في حاله نزول شديد قوي ولازم يرتد. اول ما يطلع لفوق هتكون داخل، يعني اول ما يقطع الليفل ده انا شاري مارك، هشتري هنا، هشتري هنا. كل دي بالنسبه لي نقط شراء، كل النقط اللي انا بعلم عليها دي نقط شراء. كل دي نقط شراء، شايفين كل النقط اللي انا بوريها في الشارت دي بالنسبه لي على المؤشر ده نقط شراء. حلو، وكل نقط فوق دي نقط بيع عندنا. انا بشرح لكم ازاي المؤشر ده انا بستخدمه واحده بواحده واحده بواحده. دي بالنسبه لي بيع، انا بستخدم عده مؤشرات من البريث انديكيتور عشان تكون لي الصوره كلها. تمام، دي بالنسبه لي يا شباب اهي نقط شراء. شوف انا بشتري وين، هنا، دي كلها بالنسبة لي ده خروج، هشتري هنا ده خروج، دي هنا الشراء قبل الطلعة دي، في الشراء هنا بدل الماركت بقيت اشوف انه هيرتد الماركت. دي بالنسبة لي كل التشبعات دي بالنسبة لي ببتدي افكر ان ادخل فيها. تمام، دي معناها ايه يا شباب؟ معناها انا عندي ان الاسهم، التشبعات اللي تحت، ان الاسهم كتير، يعني معظم الاسهم في داون ترند لازم السوق يرتد. يعني دي قاعدة بتقول هنا ايه، ان كل الناس بتبيع امال مين اللي بيشتري، لازم الماركت يحصل له ايه، الريباوند دي. حلو، والعكس لما يطلع السوق مره واحده بقوه لازم يحصل له ايش، تصحيح. يبقى انا اول شيء بستخدمه على المؤشر ده التشبعات. حلو الان، تمام، انا هوريك الان ادق. تمام هكمله خطوه بخطوه، هجاوب على كل الاسئله واحده بواحده. الان انا بالنسبه لي دي نقط شراء، نقط شراء كل دي قرارات للشراء. نقط شراء مش معناها ان انا هشتري، بس انا بالنسبه لي بعد الخط ده لو جاء سهمي اعطاني نقطه دخول هشتري، سهمي هنا لو اعطاني نقطه دخول هشتري، السهم بتاعي لو اعطاني هنا نقطه خروج هخرج. دي واحده من القراءات. ليه؟ لان انا اوريدي السوق نفسه اعطاني اشاره ايجابيه. تمام، المؤشر ده يعني بيعتمد على الشورت تيرم مره، يعني حاجه خلال يومين ثلاثه حاجه، لان هو زي ما قلت لك يعني التشبعات دي فيري نارو. تمام يا انا شباب، يا انت تمام، ما هو مقياس لحاله نفسيه ومقياس وارد انه مقياس لحاله نفسيه للسوق. طيب التكنيك الثاني وهو الاشهر في الاستخدام، الاشهر في الاستخدام وتقريبا كل التكنيكال اناليسيس بره بيستخدموه، الدايفيرجن. يعني يجي يشوف لك قمه وقاعها، ادي قاع، ادي قمه، ادي يقول لك الماركت، بص ادي قمه كمان. الماركت هنا كان عامل ازاي المؤشر ده؟ اكبر استخدام، اكثر استخدام للمؤشر ده مع الشارت الدايفيرجن. حصل دايفيرجن كده، اوبا، يبقى السوق كده بالنسبه لي ايه، سلبي. سهمك يعني كل قمه السوق يكونها يعمل لك هاي، يعمل لك شمعه زي دي كده، او شمعه زي دي يجي هنا الماركت عامل قمه والمؤشر ده بيعمل قمم اقل، يبقى الوضع ايش، سلبي. العكس، كل ما السوق يعمل قاع اهو، يعني يبدا كلمه قاع يا شباب، تعريف كلمه قاع عندنا لو اهو، شمعه تعمل لو ويجي منها شمعه كده الفراكتل اهو كده اهو، تعريفها الفراكتل اهي كده كده، شمعة اللو بتاعها، اللو بتاعها كده أقل من يومين وأقل من يومين، أقل من يومين قبلها ويومين بعدها، ده اسمه الفراكتر. قمة شمعة أعلى من هاي، يومين قبلها ويومين بعدها، ده تعريف القمم عندنا والقيعان.
حلو. ولو حضر حد حضر منكم معايا استراتيجية المصيدة، كنت اعطيت اكسبرت بيرسم لك النقط دي، تمام؟ فانت بالنسبة لك وصل وشوف النقط دي عمل ايه المؤشر هنا. ده المؤشر وصل هنا، ده قمة، ده بص ده المؤشر بيطلع حتى هنا، والمؤشر بيطلع نزول نزول، يبقى انا بالنسبة لي ده ايش؟ ده حالة او ده في انحراف، معناه ان الماركت غالبا داخل على ايش؟ تصحيح. تصحيح لوين؟ تصحيح بيبقى الاقرب دعم لغاية ما نشوف المؤشر. المؤشر مثلا لو جه نزل هنا الماركت، وده الاغلب، ونزل عمل كده، يبقى فرصة ولا مش فرصة؟ فرصة ممتازة، لان انت هتكون عند دعم، ويكون في نفس الحالة دي المؤشر ده يقول لك انت متشبع دخول، تمام؟ هوريكم ازاي ندمج التكنيكس مع بعضها، حلو؟ طيب تعالوا ناخد سلوك. شايفين هنا ادي قاعة اهو، شايفين القاعة دي اهي قد بعض، جال الماركت هنا وتسوى دايفيرجن، حلو؟ ادي قاعة قمة، ادي دايفيرجن. ادق بول بيستخدم بدقة عالية جدا 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 في موضوع الدايفيرجن، حلو؟ واضحة يا شباب؟ واضح سلوك الدايفيرجن ازاي تستخدمه هنا في المؤشر ده، تمام؟ يبقى انا هستخدم عليه دايفيرجن، هستخدم عليه ايش ده. طيب عشان انا عارف ان الناس كتير قوي في عندها مشكله في الدايفيرجن، يقول لك اطلع وين الدايفيرجن. الدايفيرجن دايما يا شباب عشان تعرف تضارب عليه طريقته بسيطه، انا عارف الناس قليل قوي اللي شغالين بيه. لما يجي لك دايفيرجن زي ده، حلو، كل اللي عليك انك ترسم ترند لاين. الماركت نزل تحت ترند لاين، اخرج كده، ده ترند لاين، خلاص يبقى الدايفيرجن ده حصل، كسر ترند لاين، يبقى انا بالنسبه لي دي خروج. دي طريقه مضاربه في الدايفيرجن، حتى بنعملها في العملات. يعني انا بالنسبه لي اي حاجه في العملات، اوكي ادي دايفيرجن ترند لاين اهو، ادخل هنا. طبعا انت لو عندك تكنيكس تانية، يعني احنا في الفوليوم بنخش هنا، الفوليوم اناليسيس كنا بنخش هنا، والفوليوم كنا بنعرف ان ده شراء، ان ده فرصه بالنسبه لك، تمام؟ كده في تكنيكس كتيره، بس انا بتكلم الناس اللي بيشتغلوا دايفيرجن بس. ارسم ترند لاين، كسر ترند لاين، يبقى الدايفيرجن سليم واشتغل عليه، حلو؟ واضح؟ الى الان واضح يا شباب؟ ده اول مؤشر عندنا، تمام؟ انا هوريكم حاجه دلوقتي هتوهمكم شويه، هوريكم اكسبرت الواحد مطوره الحمد لله، بس بوريكم هيوريك في نقط الدخول الايديال، يعني هتتفرجوا على حاجة تعجبكم. نكمل. ده أول مؤشر الـ AD ratio، Advanced Declined ratio، يعني مين الأسهم الطالعة بالنسبة للأسهم توتال الأسهم، اتفقنا؟ طيب ناخد المؤشر اللي بعده. واضح المؤشر ده شباب؟ يعني أنت بالنسبة لك الآن إيه اللي أنت شايفه؟ يعني شايفين اليوم؟ يعني انا بالنسبه لي بقيم ازاي؟ يعني ببدا احلل السوق. يعني الحين انا بالنسبه لي اوكي السوق وين مكانه؟ السوق بالنزله دي اللي يبقى لا هيجي يدعم هنا، ادي تاسي اهو، انا بحلل تاسي بقول السوق غالبا هيرجع يدعم هنا، خلاص بالنسبه لي ليه؟ عشان السهم ده كان دايفيرجن ونازل. طيب لقيت بكره ان الماركت طلع ولقيت الباشا ده عمل كده كسر ترند، لانه برضو احنا بنستخدم ترندات عليه كده، يبقى الوضع امان ولا مش امان؟ الوضع تمام، لانه انا عايزه يتجاوز القمه دي كده عشان ابقى تمام التمام. اما جه الماركت طالع عمل اب ولقيت المؤشر ده بيعمل كده برضو، يعمل كده كده نزول، لا يبقى الوضع فيه قلق، يبقى القمه اللي بتحصل مش حقيقيه. حلو يا شباب؟ واضحه؟ الى الان واضح السلوك؟ تمام؟ واضح. طيب حلو نكمل. اعذرونا يا شباب انا بشرح ببطء شويه عشان الناس ما يعني حبه بحبه، انا عارف ان الموضوع جديد، يعني مؤشر، يعني مؤشر ده جديد بالنسبه للناس طيب هناخد المؤشر اللي بعديه اسمه الاي دي ريشيو. هقفل ده، سوري الاي دي ريشيو، هاخد الاي مؤشر بيحسب لك حاصل الطرح ما بين الاسهم الطالعه والاسهم النازله اليوم. يعني انا معايا 10 100 100 سهم، كام طالعين اليوم؟ عد الاسهم الطالعه يا ابني، ادي 100 سوري 60، والاسهم النازله كام؟ 40، يبقى 60 ناقص 40 يبقى 20، يبقى الوضع ايجابي. تلاقي المؤشر ده مش طالع اب، ده المؤشر ده
بيتحرك. بص المؤشر ده بيتحرك مع الشارت يعني، بص طول ما انت كده تلاقيه يمشي مع الشارت. المؤشر ده بتشتغل عليه ازاي؟ نفس طريقة الايه، نفس موضوع الدايفيرجن والترندات. يعني ايش المؤشر ده؟ غالبا هتلاقيه ترسم كده ترند، غالبا هتلاقي اختراقاته بدري عن ايش السوق. يعني بص هنا قال لك اخرج، يعني غالبا المؤشر ده بيعطيك اختراقات او دايفيرجن بدري عن السوق. يعني لو انت تيجي تحلل عليه اهو، جيت حللت ادي قاع ادي قاع ادي قاع هنا، هيقول لك اخرج هنا. تمام؟ مؤشر ده عشان هو بيشيف لك حسب عدد الاسهم، وبيقيم عند اسهم كام، عند اسهم الصاعده ناقص عدد الاسهم الهابطه. تمام؟ وبيقعد يجمع الرقم، كل ما يطلع الرقم ايجابي يحط، لو اليوم 20 يبقى 20. امس كانت القيمه كام مثلا، كان كام التوتال مثلا 100، يزود عليه. تمام؟ فهو بيتحرك مع الماركت. بس الصوت، في صوت يا شباب؟ الصوت موجود؟ الصوت موجود يا شباب؟ نرجع نتأكد. صوت موجود؟ لو الصوت موجود اكتبوا لي واحد. شباب الصوت موجود؟ لو الصوت موجود تكتبوا لي واحد. انا ظهر عندي ان الصوت قطع. شبابنا الصوت حلو؟ الصوت موجود؟ ايه الصوت حلو ده، هغني انا ولا ايه؟ في صوت يا شباب؟ الو الو، اكرر، في صوت؟ سنت اول شباب، انتوا نمتوا؟ مايك فري. نكمل. طيب هعتذر عن القطاع شباب، نكمل. اوكي، يعني انا ما اعرفش ايه سبب التكست ان واقف، فهستاذن الشباب لو اي مش يعني لو قطع في صوت او الصوره ما ظهرت يبعتوا لي على الواتساب او عزوا له. اوكي طيب نكمل. فالمؤشر اللي قدامي ده يا شباب، المؤشر اللي قدامي اللي هنا شباب ده بيتم العمل عليه على فكره. ايوه كده حلو، انا جالي التكست الان ظهر كله. حلو حلو حلو، انا كده رجع الصوت والدنيا رجعت لي، شفت الدنيا كده، شفت النور. طب حلو، نرجع نكمل. المؤشر ده زي ما قلت يستخدم دايفيرجن، ويستخدم نفس الموضوع ترند لاين اللي هو الاي ماينس الاي ماينس الدي، الاي ماينس الدي. تمام؟ فبالنسبه لي انا ادي بص رسمت المؤشر ده، رسمت لاين، حصلت بريك اوت، معناه ان غالبا في تصحيح. فبالنسبه لي انا هنا من الشمعه دي كده، اي سهم اعطاني خروج، سهم يعطيني خروج، انا بره، انا اوت، استنى السوق وش هيسوي. تمام؟ السوق وصل لدعم مهم، ولقيت ان مؤشر الاي ماينس الاي دي اللي هو الريشيو بتاع اللي وريته لكم من شويه متشبع، بدخل، بقول تمام، يبقى انا لو سهم اعطاني دخول انا جوه السوق. يبقى انا كل اللي ببص عليه هي الحاجات دي او المؤشرات دي، لان المؤشرات دي بتعكس واقع السوق. المؤشرات دي واقعيا هي اللي بتعكس واقع السوق. الصوت يا شباب راح، نشيك الصوت تاني، في صوت؟ طيب شغال. تمام، هي اللي بتعكس واقع السوق، فاتفقنا؟ فده احد المؤشرات اللي انت بتستخدمها كويس جدا انك تشتغل عليه او تستخدمه في التحليل، ويظبط لك الايش الدنيا. حلو، طيب نكمل. في عدة مؤشرات كثير، هعطيكم مؤشر كمان اسمه بريث ثراست انديكيتور. ده الرجال اللي مطور المؤشر ده، ظهر عندكم المؤشر الثاني. احنا الان شرحنا مؤشرين الاي دي، اوكي، وشرحنا المؤشر بتاع الاي دي ريشيو والاي ماينس دي والاي، يعني حصل الطرح ما بينهم. ادي مؤشرين اثنين شرحناهم، المؤشرين بيستخدموا عن طريق التشبعات الاولاني، والتاني بيستخدم عن طريق تريند لاين، والاثنين بنستخدم فيهم الدايفرجنات. تمام؟ المؤشر ده بقى اسمه البي تي اي او البريت تراست انديكيتور. ده مؤشر رجاء اللي عامله قال لك ايش؟ جاب لك حاصل اللي هو النسبه المئويه ما بين الاي دي اللي هي الريشيو بتاعت الحركه، وحط لها متوسط الرجال.
تمام. قال لك الماركت لما يكون قوي بيعكس من ستيج لستيج. يعني الماركت امتى بيحصل، امتى الماركت هيبدا انطلاقته؟ لما يكون مثلا مره واحده تلاقي الاسهم غيرت سلوكها، يعني مثلا كنا داون داون داون، بعدين تلاقي مره واحده الاسهم كلها ردت، معناه ان كان اللي بيحصل في النزول ده كله شراء. فاهمين الاكشن؟ يعني الان السوق كله ليميت داون، لما الاقي تاني يوم السوق كله نط لفوق نطه سريعه، معناه اللي كان بيحصل امس ده شراء. غير لما يكون الوضع ده ضعيف، او يعني بيكون الموضوع يعني عارف زي الواحد ماشي بالراحه، لا انا بدور على الحاجات الريفرسال اللي هو كان حار وبقى بارد، اللي هي نفس النظام اللي هي الموف القويه. فاللي طور الانديكيتور ده قال لك الاتي، قال لك انت عندك الاتي، عندك تشبع من ال 35 هنا، وعندك هنا فوق اهو عند 70، يعني قال لك من 30 لل 70 او الرينج ده، يعني الرينج ما بين 35 70 او 30 70 مش مشكله. قال لك لما المؤشر او السوق يعمل المؤشر قدامك ده يتحرك حركه سريعه لفوق ما بين ال 30، حب هجاوب على موضوع التداول ده. الطريقه التكنيك ده هتلاقيه لازم يكون فيه فوليوم، هتلاقيه دايما بالتاكيد فيها فوليوم، ما فيهاش هزار، لان ده بيعكس لك حاله السوق. تلاقي اكشن سريع، ده في حاجه اسمها شباب لو انتوا اشتغلتوا على الانديكيتورز كتير، في حاجه حد يعرف منكم حاجه اسمها الميجا اوفر بوت؟ الميجا حاجه اسمها ميجا اوفر بوت او ميجا اوفر سولد، نموذج اسمه كده موجود على كل، يعني النموذج بيتحقق في كل المؤشرات الار اس اي بالذات والحاجات دي، مش عارف اتوقع انه ممكن مصطلح غريب شويه صح؟ حلو مش مشكله. هو ايه اللي حصل؟ الصوت قطع؟ الصوت شغال، انا شايف الدنيا شغاله. نكمل. فالانديكيتور ده لما ينتقل ما بين ال 30، ما بين الليفل ده 35 او 30 مباشره للرقم فوق ناحيه 65 وال 70، معناه ان انا هنا بديت ترند جديد. يبقى انا هنا خلي بالك بقى، انت الان اوريدي بديت ترند جديد. يعني الاكشن ده فكرته انه يقول لك تيك كير، انت بديت ترند جديد. ونفس الموضوع بالعكس، لما يكون نزل نزول شديد كده اعرف ان في ترند داون. نزول شديد كده، شايف النزول ده؟ يبقى في ترند داون. يعني هو الانديكيتور ده انت ما بتبصش عليه الا للشارب موف بتاعته، الحركه القويه، هل الماركت اتحرك من ليفل لليفل بسرعه ولا لا؟ تمام؟ واضحة؟ يعني تعال ناخد مثال اوريك، انا اضيف لكم الشارت خالص. لو كل معايا تكتبوا لي واحد، لو كل معايا تكتبوا لي واحد، غالبا الاكشن ده شباب بيحصل امتى؟ يعني غالبا النموذج ده تشوفه امتى؟ تشوف الماركت بيعمل كده. يعني غالبا النموذج اللي انا بتكلم عليه ده بيظهر والماركت بيكون نازل وعمل كده. فلما بيشوف الاكشن ده تعرف ان هو ايه؟ خلاص there is a new trend. تمام؟ طب تعال. اهو. لو جيت اهو هرسمها. طب انا جيت اشوف وين الشارب موف؟ ادي شارب موف، شايفين دي؟ دي شارب موف، شايفين قد ايه؟ شارب موف في النزول. بص شوف الشارب موف بدأت وين؟ قبل الترند ما يظهر، قبل ما الترند يكتمل في السايد واي ده، بص قبل ما يحصل النزله دي كلها. يعني شايف الشارب موف دي ظهرت لما الماركت اتحرك جوه، قبل يعني انت وانت في السايد واي ده في الرينج ده، قبل ما يحصل تاخد الناس تاخد من ال 6500 ل 5500 ال 1000 نقطه للداون دي. تمام؟ والعكس اهو، انت جيت هنا، جيت هنا هوب موف تانية شارب لفوق، قال لك انت بديت ايه؟ ترند ايه؟ تاني جديد. واضح السلوك؟ فانا بالنسبه لي كمقياس اقدر استخدمه، ان اقدر لما اكونش في سايد واي اشوف المؤشر ده وش سوى؟ هل المؤشر ده اعطى شارب؟ هل اتحرك بقوه؟ انتقل من ليفل لليفل؟ لو انتقل من ليفل لليفل تكير يبقى في حاجه جايه. واضح؟ واضح الى الان يا شباب؟ نبدأ بقى اوريكم مؤشر للفوليوم، واوريكم المؤشر اللي انا غالبا بستخدمه، يعني اكثر استخدامي عليه. هنبدأ بالفوليوم. في مؤشر مشهور جدا الناس اللي خدوا فوليوم اسمه الارمز،
الارمز والترين انديكيتور. بس شخصيا من خبرتي دي في السوق السعودي ما ب... يعني م... مش نويزي، ما بيفيدنيش كتير، فعشان كده مش هشرحه. يعني تحس انه يتوهك ما يفيدكش، انه الترين انديكيتور ناجح في السوق الامريكي كتير، بس الصراحه جربت في السوق السعودي ما ظبطش معايا ونويزي مره. حلو، تعال طيب هناخد مؤشر تاني بديل عن الارمز بيعتمد على الفوليوم. مش انا من شويه بصيت، انا بالنسبه لي كنت بشوف الاسهم الصاعده، كنت بقول ان لو الوضع ايجابي يبقى الاسهم الصاعده اكثر والاسهم الهابطه اقل، او نسبه الاسهم الصاعده بالنسبه للتوتال تبقى اكثر. طيب المؤشر ده نفس الفكره اللي هقوله الان، اللي هو انا بسميه الاي تي بي اي، بس ده بيحسب الحسبه دي على ايش؟ على الفوليوم. يعني بعمل نفس الاكشن ده بس بقيسه على ايه؟ على الفوليوم. هل توتال الفوليوم الاسهم الصاعده اكثر ولا فوليوم الاسهم الهابطه، او توتال او كل يعني نسبه الفوليوم الصاعده بالنسبه لفوليوم السوق كله شكلها ازاي، اللي هو الاي تي بي اي. احيانا المؤشر ده احيانا بيكون في ايام فيه فوليومات بتبقى مقسومه على صفر بيطلع لك الشهر، مش مشكله. نكمل، ظهر عندكم المؤشر؟ ظهر عندكم المؤشر؟ حلو. طيب المؤشر ده طريقة استخدامه كالآتي، بسيطة جدا، نفس الموضوع. المؤشر ده دقيق جدا 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 في الدايفيرجن، دقيق بطريقة فظيعة في الدايفيرجن. يعني انت هتلاقي نفس النظام اهو، لان هو بيعتمد فوليوم. ادي اهو، ادي زي دي، شوف ادي كده دخول، ادي نفس النظام، ادي طلع اهو. الباشا ده هتلاقيه اهو بدأ يهدي اهو، هنا هنا ما يعتبرش دايفيرجن قوي، دايفيرجن بدأ يكتمل بعدها اهو. حلو. فبالنسبة لك انت الدايفيرجنات فيه لها مصداقية ايش؟ عالية جدا جدا جدا. اتنين، الترند لاينز لما تشتغل عليه ترند لاينز، يعني اهو ادي ترند لاين، المارك كسر الترند لاين من هنا، شوف انت كسر الترند لاين قرب وين؟ قرب وين؟ قرب القمة. انت كاسر الترند لاين قرب القمة، يعني بص قبل القمة تتكون، جيت هنا اهو. لما تيجي ترسم ترند لاين هوريك الان اي حاجة، ادي ترند لاين هنا هتلاقيه بدأ ينفرس، ادي ترند لاين هنا، ادي ترند لاين هنا، اعطاك اشارة دخول. حلو. فبالنسبة لك كمؤشر بيقيس لك قوة السوق أو الفوليومات اللي في السوق إيجابي، يعني أنا بستخدمه إزاي؟ بستخدم الدايفيرجن، بستخدم الترند لاين. شايفين المتوسط اللي لونه أزرق؟ طول ما السهم فوق، طول ما المؤشر ده فوقيه أنا بقول الوضع إيجابي، طول ما أنا فوقيه كده ما عنديش مشكلة. طول ما الوضع فوقيه، بس طول ما هو الوضع فوقيه ما عنديش مشكلة. أما أنا لما ألاقي نفسي كسرت المؤشر ده وكسرت ترند لاين، ببدأ أفكر في السوق، أقول السوق يا هيدخل مسار أفقي يا هينزل، أتفرج بقى على الأكشن وأشوف إيه السلوك عنده. تمام؟ المؤشر ده بستخدمه جنب بقية المؤشرات، يعني هما دي مؤشرات اللي أنا ببص عليها بالتوازي مع السوق. لما يكون هي والأسهم، يعني في يعني ده محسوب على الفوليوم، لما يكون الفوليوم ده أو السهم ده متوافق مع المؤشرات اللي بحسبها على السعر، بيكون الوضع بالنسبة لي إيجابي وزي الفل. تمام يا شباب؟ واضح؟ إلى الآن واضح؟ يعني أنا بالنسبة لي زي ما قلت لكم كتير قوي في المؤشرات دي بعمل الاتي. في حاجه اسمها الكونتراريان ثيري، ان انت لما تلاقي مؤشر زي ده طالع نازل كده، روح اعمل زوم اوت، ده برضو استخدام تاني زوم اوت، وشوف وين الليفلات الاكستريم بتاعته، وين الليفلات. يعني بص ادي اكستريم، ادي اكستريم، ادي اكستريم، ادي اكستريم، هنا الماركت بص هنا، يعني ده يعني دي اكتر حاجه ليفلات اكستريم عندي، يعني دي برضو ده الرينج الاكستريم عندي. طيب لما ادخل الليفل الاكستريم ده كده اهو، حتى اب او داون، يعني ادي اكستريم فوق وادي اكستريم تحت. لما لو الماركت وصل هنا، وصل عند دعم، فرصه بالنسبه لي، سهمي عندي فرصه ان انا اشتريه. يعني بص لما تلاقي نفسك هنا، يعني دي مثلا بص هتلاقي نفسك هنا اعطاك فرصه، هنا اعطاك ايش، دي تعتبر فرصه. هذه بص وصل الاكستريم، وصل الاكستريم، لو هنا جاء اعطاك فرصه، هنا اعطاك وصل اكستريم ودايفيرجن. هنا لو السوق نزل الاكستريم هنا نفس الموضوع وارد. حلو، الى ان الوضع تمام، واضح يا شباب؟ واضح. كل ده طريق التكنيك،
في الشغل والتحليل اللي انت بتستخدمه على ايش؟ على المؤشرات. تمام، كل ده اللي انا بقوله طرق لقراءة السوق. يعني انا من اللي انا وريته لكم الان واضح ان السوق بيصحح، بس يعني حتى احنا لما شفنا المؤشرات التانية ان التصحيح مش قوي، يعني مش صعب او مش يعني مش داون ترند، لا تصحيح يعني بس فرصة للدخول. اوكي انت بس اوريدي كان تصحيح، وباين التصحيح من هنا، التصحيح باين من هنا بيقول لك خلاص اللاين ده انت سوقك هيصحح، فسوق هيصحح من هنا لغايه هنا، يعني مثلا هينزل 400 نقطه 500 نقطه. فبالنسبه لك سهمك اعطاك خروج ده 20، سهمك اعطاك خروج تخرج، هي كده. يعني الفكره اللي انت بتستخدمها ايه؟ ان السوق دي المؤشرات دي لقياس السوق، لو الوضع ايجابي وسهم اعطاني دخول انا جوه السوق، السوق اعطاني خروج، يبقى افضل شيء نخرج لما سامي يعطيني خروج، او اني لو جات لي فرصه شراء اتقل عليها شويه او اشتري تحت شويه. واضح السلوك؟ تمام، واضح الان الكلام الان واضح. طيب كل دي مؤشرات، ده مؤشر على الفوليوم. انا هعطيكم المؤشر ده اللي بستخدمه الان انا، اللي هو الام اي 20 والام اي نال 20، ده هما دول اكتر مؤشرين انا بستخدمهم صراحة، يعني اكتر مؤشرين بقيس بيهم السوق. تمام، بسيط جدا المعادلة هنا، ان انا بشوف كام عدد الاسهم اللي طالع فوق المؤشر متوسط ال20 نسبتها كام بالنسبة لعدد الاسهم تحت متوسط ال20. الماركت حاجة من اتنين، يا فوق يا تحت، انا عندي متوسط يا عدد اسهم فوقه يا عدد اسهم تحت، بسيطه. حلو، لما المؤشر ده ليه كذا طريقه قراءه، لما يتشبع زي كده، يعني تشبعات، حالات التشبع اللي هنا دي فرصه بالنسبه لي اهو، لما يبدا يخش في تشبع فرصه بالنسبه لي ان انا ايه اشتري. انسوا الخطين دول اللي انا محطوطين، انا امسحهم لانهم بيلخبطوا. اوكي انسوا خطين اللي كنت رسمه. بالنسبه لكل ما يحصل تشبع انا في ايش اقول؟ خلاص يبقى انا ادخل مع التشبع. حلو، اتنين، لما السوق، يعني دي طريقه، لما السوق يطلع يتشبع فوق، خلي طب عشان ما لخبطكوش خلينا اشرح اللي فوق الاول وبعدين اشرح اللي تحت. خلينا نشرح اللي فوق الاول وبعدين نشرح اللي تحت. اللي فوق هو يعني هو عدد الاسهم، نسبه عدد الاسهم اللي فوق ال 20 بالنسبه لعدد الاسهم تحت ال 20. بالنسبه لك بيتذبذب مؤشر ما بين فوق ال 70 اهو وتحت ال 30 اهو، اهو فوق ال 70 وال 30. تمام، وانا شخصيا بستخدم ازاي؟ بحط ال 70 وحاطط ال 20 كده وحاطط ال 80 كده اهو اهو. يعني انا هشرحلك ازاي بستخدم المؤشر ده بالظبط. السوق اول طريقه بستخدمها، اول ما السوق ينزل تحت ال 20 هنا ويتشبع ويطلع لفوق، دي فرصه دخول، الماركت الان دخل في ايجابيه. حلو، دي اول حاجه عندي، اول طريقه عندي، الماركت دخل الان في ايجابيه. طيب الماركت طلع قطع ال 80 كده، لا الماركت الان غالبا خلاص بدا في تصحيح، في فرصه، في فرصه للتصحيح الان، اشوف هيعمل ايه فيها. دخل الماركت هنا طول لغايه ما جه هنا وبدا يلف، دخل الان هوب في سايرد واي، بدا يلف الماركت، بدا المؤشر يطلع يطلع. طيب مع يبقى انا التصحيح بالنسبه لي ده فرصه للدخول. تمام، واضح ليه انا قلت فرصه للدخول؟ عده حاجات، اول حاجه ان انا انتقلت من اوفر سولد لاوفر بوت مره واحده، دي اول نقطه. اتنين، ان انا المؤشر ده يهمني جدا لما يعمل قمم صاعده، يعني شايف القمه دي اعلى من القمه دي، معناه ان عدد الاسهم اللي هنا الصعد اللي فوق متوسط 20 كانوا اكتر من عدد الاسهم اللي هنا، فبالنسبه لي غالبا المؤشر هيكسر القمه دي. وكنت بقول هنا ايامها شباب، من انا كنت بقول من هنا ايامها شباب السوق ده هيخترق المتوسط، هيعمل نيو هاي. حلو، لما اشوف اكشن زي ده والاقي ان دي الموجه الرئيسيه بتاعتي وان ده نزل والنزول ده كله الماركت واقف مكانه، حلو، وبدا يرد، يبقى التصحيح ده بالنسبه لي فرصه للدخول ولا مش فرصه؟ فرصه للدخول، ادي ديماند زون، اي سهم اعطاني دخول هنا هدخل واشتري وانا مطمن. حلو، واضح واضح شباب. طيب السوق طالع، السوق طالع اهو، ارتفع السوق بس فشل يعمل قمه جديده،
نيجاتيف دايفيرجن، حلو، كسر ترند لاين يا باشا. انا اهو انا من هنا اعرف ان السهم ده هيصح، المؤشر هيصح، تمام تمام طيب النزول شايفينه هوب نازل كده زجزاج، يعني مش شارب زي النازله دي، او النازله حتى مش شارب زي الطلعه دي. فالى الان بالنسبه لي انا، بالنسبه لي شايف ان اللي بيحصل ده ايه، تن ناو ان كوركشن، تصحيح يحصل هنا. لو جه هنا غالبا هتلاقي ده وصل لل30 وهتدخل زي اللي حصل هنا بالظبط، زي اللي حصل هنا. السهم بدأ ينزل، بص هنا السهم، بص الطلع شكلها ازاي والداون موف شكلها ازاي. رسمت ترند هنا اهو، اهو ادخل اشتري هنا يا باشا، تمام. جني الارباح لما تطلع فوق اهو، انا دخلت ليفل هنا، دخلت ليفل ده وبديت انزل، بالنسبه لي ده ليفل سهم يعطيني خروج، هخرج لاني انا بديت انزل، المؤشر بدا ينزل اهو. طيب المؤشر رجع يطلع اهو، دايما بص له كده، انا رجعت اطلع، كسرت الاند لاين يبقى رجعت للايجابيه، سهم اعطاني دخول انا جوه اهو، جيت هنا خروج اهو، خرجت قبل النازله ولا لا؟ تمام. انا بالنسبه لي يا شباب، انا الاسهم، انا يعني انا بحلل سهم، يعني انا بالنسبه لي لما الاقي كده اقول اوبا خلي بالك، انا سهم بيتحرك شويه اليوم، الوضع السوق مش تمام، في حاجه مش هتبقى مظبوطه، خليني اخفف، خليني ما اشتريش الان، اصبر. اوكي طيب، جه السوق نزل نزول شديد، بس ايه النزول؟ دايما انا بقيس صورتين، نزول ادي ديماند زون، ديماند زون، والماركت نزل اتشبع وبدا يرد، يبقى بدا يرد وانا عندي ديماند زون، يبقى انا عندي لسه الوضع تمام، مشتري خش ماركت. حلو، دايما بدمج رؤيتي لتاسي مع ده، يعني زي تاسي يجي بعدها، انا ببص للمؤشرات دي، المؤشرات دي بتقول لي الدنيا بتلف، ابص لتاسي، اه ده تاسي متشبع او بدا يكسر ترند، يبقى خروج، يبقى كده خروج ايش، انا مطمن متاكد له، مش يعني عمل نفس النظام، يعني انت شفت الطلعه دي كلها دايفيرجن، كل ده نيجاتيف، يقول لك خلي بالك انك سهمك ممكن يحصل خروج هنا، فانت تبقى خلاص امنت نفسك في الخارجه دي، واضح. ونفس الموضوع في الدخول، يعني السلوك ده كله يا شباب نفس الموضوع في الدخول، يعني انت تقدر تقيس نفس الاستراتيجيات، نفس الكونسبت في الدخول، تمام. مثلا شوفوا ده، شوف انا اشوف النزول، داون ترند داون ترند داون ترند، شارب موف، موف قوية، كسرت قمة فاتت، فانا من سوري من هنا بدأ سلوك السوق يتغير، من داون بدأ يخش سلوك تاني، وفعلا بص بدل ما يحصل سلوك هاير هاي، هوبا انت بتعمل هاير هاي فعلا، هوب ده هاير هاي، انت نفس اللو، ومع كده بتعمل لو اعلى من لو اعلى من لو، فده معناه ان اللي بيحصل هنا ايش؟ يبقى انا عرفت احدد ان الماركت سلوكه بدأ يغير، بدأ ان الداون ترند ينتهي من ايش؟ من المؤشر اللي فوق، مش من تاسي. واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح. الحلو في الموضوع ده يا شباب ان انت ممكن تعمله ازاي، يعني انا عامله مثلا، عامله السوق كله مع بعضه، لا وجاي على كل قطاع وعامله لوحده، هو احنا مش هنطول، قدامنا كمان 10 دقايق، 10 دقايق عشان سوري. شايف المؤشر اللي فوق ده؟ شايف المؤشر ده؟ ده مؤشر عدد الأسهم اللي فوق متوسط 20 بالنسبة نسبتها لعدد الأسهم اللي فوق متوسط اللي تحت متوسط 20، بس محسوب على مين؟ محسوب فقط على قطاع البتروكيميكالز. فانا الان قدرت عن طريق المؤشرات دي برضو ان اقدر اقيم وش احسن قطاع الفتره دي. المؤشرات دي ايه ميزتها؟ ان انت بتقدر تتفرج على كل القطاعات، ايه احسن قطاع في الفتره دي،
هل القطاعات الطالعة النازلة ايه شكلها، هل القطاع ده فرصة دخول ولا لا، المؤشرات دي تفيدك. تمام، اهو نفس النظام ده، القطاع الآن متشبع. بس في نقطة مهمة، بص، القطاع متشبع إلى الآن، متشبع القطاع، بس إلى الآن القطاع، يعني بص الفرق، تاسي لف بس القطاع ده لسه ملفش. تاسي بدأ نزل هنا صح، تاسي كسر ده ونزل وقال لك أنا نزلت ووصل لهنا تقريبا. تمام، كل ما كل يعني أنا عامل لكل قطاع، تاسي بدأ يلف هنا كده والسوق ملفش، ده معناه إن قطاع البتروكيميكال أداؤه أحسن من تاسي ولا لأ؟ قطاع البتروكيميكال اداؤه احسن من تاسي ولا لا؟ اهو انا هفتح لك الاثنين قدام بعض كده كده، المؤشرات دي ما بتتغيرش بنوع الشارت، يعني ما بتتغيرش قصدي بتغيير السهم، لان هي محسوبه. شوف الان، شوف الفرق ما بين النموذج ده والنموذج ده، السهم ده قاعد يتذبذب فوق ال 80، القطاع ده قاعد يتذبذب فوق ال 80، ده معناه ان السترنث فيه قوه. السوق التشبع مش، بص يا شباب، التشبع مش وحش، يعني لو قطاع متشبع جاي كده، بص قطاع كل ما القطاع يطلع يخبط فوق ويطلع فوق، كل ما يتشبع فوق احسن، ما فيش مشكله، ما عندكش مشكله. يعني دايما نقطتك في سهمك او نقطتك كذا قطاع انك ترسم ترند لاين، القطاع لسه او الشارت محافظ على الترند لاين، ما عندكش مشكله. كل ما هيقطع التشبع لفوق ادخل اشتري، يعني كل دي بص طول ما انت فوق الترند لاين، كل ما يكتشف لفوق اشتري، احفظوها. اي مؤشر يا شباب عندك، ار اس اي، اي حاجه، طول ما انت فوق الترند لاين، ما زلت في الاب ترند، في الترند لاين، طول ما انت فوق يبقى اشتري. كسر الترند لاين يبقى الدايفرجن حقيقي والكلوز هنا حقيقي، اخرج ما تهزرش، خلاص اشاره نيجاتيف نيجاتيف. يعني انا هنا طول ما هو بيطلع لفوق ايجابي، اول ما تطلع لي اشاره سلبيه، إيه؟ طب ايه اول اشاره سلبيه؟ انه يكسر الترند لاين ده مثلا، او يعمل يكسر الدعم ده، انا اوت، خلاص انا ثانك يو، انا كده بره. وصل الكونسبت، وصل الفكره يا شباب. فانا بستخدم المؤشرات دي، بقيس بيها اداء السوق، وبقيس بيها اداء الايه، القطاعات بالنسبه لبعض، وبالتالي بعرف اقيس اداء المؤشرات، يعني قصدي الاسهم. يعني مثلا انا الان ادخل ايه، وش احسن، ادخل بتروكيميكال. طب انا لما اجي ابص على الشارت زي ده ايش يعني، هل بتروكيميكال فرصه كويسه للسوق؟ اتس جود. لو لقيت مثلا نفرض ان القطاع ده، ان الشارت اللي تحت ده مثلا كان قطاع بنوك، ليتس سي، يبقى وش احسن، البنوك ولا البتروكيميكال؟ ده البتروكيميكال احسن. تمام، البتروكيميكال ايش احسن. حلو، واضح يا شباب، واضح الكونسبت، الفكر. حلو، ممتاز، ممتاز جدا. طيب عندنا حاجتين هوريكم، اول شيء الاول، ثانيه واحده، اتفرجوا على الخبير ده وقولوا لي رايكم فيه كدخول وخروج. على اي، خلينا ناخد تاسي الاول، سوري، خلينا ناخد تاسي، نطبق على تاسي، اي تاسي، ايه رايكم فيه؟ وحش؟ شايفين ده الاكسبرت ده والخبير ده مبني على جزء من مؤشرات عمق السوق. شايفين الاكزيت سيجنال بتجي لك وين؟ هقول لكم ليش ما تدخل، ما هو ليه استراتيجيات، ده استراتيجيات. شوف هنا اكزيت 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 اكزيت، كل دي اكزيت. ليه دخول؟ دي الدخله دي، بص انسى يعني، اوريك عشان ما لخبطكوش، ادي الغلبه دلوقتي. شايفين الخط، اللون الازرق، اللون الازرق اعتبر ان ده الدخول، من اول ما يبدا اللون الازرق لغايه الاحمر هنا اكزيت، هنا اكزيت، كل ما يخش ازرق دخول. لا ثابت، ثابت جدا، لان المؤشر ده مبني على ايه يا شباب؟ مش مبني على مؤشرات عمق السوق. مبني ايه فكرته؟ وش سويت انا؟ ان انا برمجت مؤشر، واحد من المؤشرات او يعني كذا مؤشر منهم، ان لما يعطيني دخول، تمام، انا ممكن اطبقه على اي سهم. ليش؟
انا ببص على ايه، باخد اشاره، عامل اشاره بسيطه جدا تكنيكال على اي سهم. يعني ادي سهم مثلا سابك، ادي سابك 2010، حلو. اللون الازرق ده بيقول لي خلي بالك ان مؤشر عمق السوق على السوق كله ايجابي. فانا بالنسبه لي يعني ده اللون ده مش مربوط بسابك، اللون ده مربوط بالسوق كله از توتال، السوق كله مربوط انه ايجابي على السوق كله، حلو. السهم الاحمر ده بيقول لي خلي بالك السوق كله وحش، السوق كله فيه خروج الان. فبالنسبه لي ليه انا بحطه على قدامي؟ عشان وانا بحلل الشارت بتاعي، يعني الاشارات دي مش جايه من السهم ده، دي جايه من السوق كله. ليش بالنسبه لي؟ انا اشتريت هنا مثلا، الشباب عارفين ان انا بشتري كتير قوي على ايه؟ الديماند زون. انا اشتريت هنا على الديماند زون، الماركت حلو ايجابي تمام، بدا الماركت يغير سلوكه هنا، اوبا ده سلوك السوق بدا يقول لي ان السوق ككل بدا يعطي خروج، او ان السوق سلوكه بدا يتغير. طيب عند الشمعه زي دي انا هكون خارج، هقول له شكرا، لان دي بالنسبه لي ريفرسر او شمعه خروج. واضح؟ واضح يا شباب؟ يعني انا المؤشر ده وظيفته بس بالنسبه لي ان هو بيوريني وضع السوق، مش بيوريني مؤشر، مش سابق اي سهم، هات مثلا 21/10 اي حاجه، اي سهم مش بالنسبه لي. بس هو بيقول لي خلي بالك السوق، يعني بس قال لي من هنا خلي بالك السوق وحش. يعني انا لو دخلت السهم ده السوق هنا شين، اوكي، انا بالنسبه لي مش هدخل اشتري عليه، انا بس باخد الاكشن. هل فرصه الشراء اللي هدخلها كويسه؟ السوق مأكدها لي ولا لا؟ عادي جدا السهم نازل وسوق، ما عنديش مشكله، لا حسب الفرصه، هل في فرصه على السهم ولا لا. بس محمد ابراهيم بيسال بيقول ممكن السوق يكون نازل والسوق السهم يكون نازل والسوق طالع. انا عارف وش دعوه، عادي جدا، بس هل السهم ده اعطاني فرصه شراء ولا لا؟ يعني انا بالنسبه لي انا الى الان السهم بص اعطى، قال لي الماركت هنا شين بدا يخش، بعدين الازرق ده بيقول لي الماركت بدا يتحسن، بس ما في ولا اشاره شراء اعطتني الماركت السهم ده اعطاني مثلا، مش هشتري. انا بس بيقول لي الوضع السوق كان هنا ايجابي، بعدين اول ما جت لا السوق هنا بقى قلب، هنا السوق ايجابي. بص يعني بص الشمعه دي، شايفين الشمعه دي؟ الشمعه دي هنا، الماركت هنا، هنا وهنا، السوق بيقول لي ايه؟ اللون السوق صار اخضر، السوق ايجابي. هل سهمك اعطاك شراء؟ لنفرض ان سهم اعطاني شراء هنا، اشتري وانا مطمن ليه؟ اه تشتري، ليش؟ عشان سوقك اداك امان، عشان السوق مديك في ظهرك. طيب انا مبرمج بعض اكسبرتات برضو للقطاع، يعني انا بشوف السوق وبشوف القطاع، هل قطاعك اوكي؟ اه قطاعي اوكي، هل سوقك اوكي؟ تمام، هل السهم اعطاك فرصه دخول؟ اه ممتاز، يبقى انا بالنسبه لي كده اي كده انا شايف زي شايف زي بثلاث عيون، شايف السوق، شايف القطاع، شايف السهم بتاعي. تمام؟ واضح التكنيك ده في الشغل؟ ليه انا استخدمت مؤشرات عمق السوق في كده؟ اي حاجه هتلاقي نفسك بيعطيك الاكشن. يعني احنا مثلا شباب عارفين لما قعدوا مع الديماند زون، دي ديماند زون محترمه، ديماند زون زي ما الكتاب بيقول. طيب السهم هوب نزل طلع فوق، بعدين بدا السوق يتحسن هنا، طب معقول بدا يزول هنا، هنلاقي هنا لو فوليوم، ده هتلاقي له فوليوم، وجا اعطاني نموذج جيد ده، طب ده ممتاز، جاب اب فرصه انك تشتري، انا هشتري هنا وانا مطمن. ليه؟ ده السوق ايجابي، السوق ايجابي زائد ان عند باي زون بالنسبه لي يبقى فرصه. طيب هنا دي ديماند زون، دي ديماند زون، طيب السوق مش ايجابي، هل اشتري هنا؟ هقول لا، خليني ارجع في كلامي افكر شويه كده، انا بلاش اشتري انا، خليني السوق يتحسن. واضح التكنيك؟ ان انا على اي اساس، مش يعني انا بحاول ادمج الصورتين، ابقى شايف السوق وشايف السهم، لما يجي السهم في مكان شراء كويس والسوق يكون ايجابي يبقى انا في الايه؟ في التمام. الصوت راح؟ الصوت في صوت ولا لا؟ في صوت ولا لا؟ تمام يا شباب؟ فهم؟ وضحت الصورة؟ الآن أنت أوريكوا حاجة، أوريكوا شيء. أنت السهم ده مثلا هنا، تعال نشوف تاسي كان وين. شايفين هنا يا شباب تاسي كان وين؟ بالنسبة للناس انه على داون اهو، خلينا نشوف اي حاجة تاني هنا مثلا، السهم هنا بص تاسي كان كويس، كان ايجابي معايا هنا، كان تاسي كويس مش مشكلة ظبط. انا شايف، ايوه شايف التكست في ايه، وضحت الصورة يا شباب. هنا مثلا زيتك في بعض الفرص، يعني بص تاسي كان بينزل هنا،
هنا السهم السوق بدا يعطي ايجابيه، السهم ده يعني السوق بيقول لك هنا بيصير ايجابي. طب لنفرض ان انا، لنفرض على اي استراتيجيه انا شغال، دي ديماند زون او ايا كان، سبورت ريزيستنت، ار اس اي متشبع، اي حاجه، فرصه انك تشتري، فرصه انك تشتري. اهو بص، اول ما جيت هنا، بص السوق قال لك اخرج هنا، السوق قال لك اخرج هنا، سهمك يعني اعطاك خروج. طب سهمي انا اعطاني خروج هنا، اخرج خلاص. بص امنت نفسك من النازله دي، تمام. هنا بص بدا السوق يعطي اشارات حمراء، طيب اشارات حمراء هنا، السوق بدا يعطي اشارات احمر 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 هنا، كل الاحمر ده طيب احمر هنا، وانا سهمي اوريدي مثلا كسر ترند لاين، خروج ولا مش خروج؟ انا هخرج هنا. ليه؟ لان سهمي اعطى اشاره نيجاتيف والسوق ايش؟ اهو بص، مع ان تاسي فوق، بص تاسي وينه؟ تاسي كان طالع، تاسي كوضعه اهو، تاسي واقف مكانه، بص تاسي هنا، مع السهم اللي انا دخلته لو كنت صبرت عليه كان 36 نزل لوين؟ كسر دعمي. وضحت الصورة؟ وضحت السلوك؟ تمام؟ طيب المؤشرات دي او دي دي يعني داتا، يعني هي بتحتاج انك تشتغل على الداتا وتعدل وتحط في اكسل شيت، يعني فمجهود صعب يعني فعلا فعلا، يعني بتاخد بروسس معينه. ففي برنامج انا مطوره وبعمل وعندي حد مسؤول انه يعمل الايش الداتا دي كل يوم. فانا مش هسوي لكم، هعطيك هخليكم يوميا، هبعت لكم يوميا، هخلي يعني السيستم مربوط بالايميل، يوميا يبعت لكم على الايميل اللينك بتاع الداتا دي، بحيث انك تعملوا داونلود ينزل جوه الميتا ستوك، يبقى عندك جوه الميتا ستوك. يعني مجرد انت بتسحب المؤشر ده من فوق على كده يبقى خلاص شغال. كل يوم تداونلود الداتا تحطها عندك، خلاص يشتغل معاك المؤشر زي الحلاوه. تمام؟ حلو؟ اهو ادي المؤشر، الكود ده عندكم، ده ادخلوا هنا سجلوا الايميل، المحاضرة مسجلة، سجلوا الايميل اهو، اللي عايز حتى يا شباب اي حد عايز ده يسجل في الايميل ده. انا ثاني شكلي ضغطت على لينك غلط، هو ده اهو ده، يسجل الاسم والايميل اهو كده، حلو، بحيث ان الداتا هتوصل له. هرسلها لكم، هرسلها لكم، هترفع على اليوتيوب، هترفع على اليوتيوب. تمام؟ الداتا دي على اي حد، اي حد في سوق معين هتجيله، مثلا لو شباب في سوق قطر هتجيلهم على سوق قطر، لو جالهم في السوق السعودي هتجيلهم في السوق السعودي. تمام يا شباب؟ طيب دي انا هبعت لهم المؤشرات. في دوره اوريدي ان شاء الله قريب هنعملها خلال 10 ايام القادمه عن مؤشرات عمق السوق، يعني بعطي فيها، انا بقول لك انا هرسل المؤشرات بس، يعني المؤشرات، اما الاكسبرت نفسه ده اللي هياخدوا الدوره، يعني اللي هيحضروا الدورة بتاعت لو يبون مؤشرات عمق السوق ازاي تشتغل بيها وازاي تضارب بيها وتشتغل بيها لايف وكل ده، هيبقى هياخد الاكسبرت كامل بكل الفرص والاسهم وليش، يعني هياخد استراتيجية على المؤشرات، تمام، زائد ان هو ازاي يستخدم مؤشرات عمق السوق. اوكي، يعني في دورة ان شاء الله هتبقى بالضبط 4 ايام، اربع ايام، شباب لسه كاتبين لي 4 ايام، 4 ايام ان شاء الله بنتكلم فيها عن مناطق الشراء، مش مناطق دي، يعني بيزك على الديماند، بتستخدم فيها استراتيجيه خاصه بالار اس اي، تمام، خاصه بالار اس اي، بتتكلم فيها عن استراتيجيه خاصه بالاي دي اكس، وازاي انت تشتغل تستخدمها مع البريث انديكيتور، وازاي تطبق مؤشرات البريث انديكيتور، بتاخد اكسبلوررز باحث وبتاخد اكسبرت، حلو، للسيستم ازاي انت تشتغل عليه متكامل، يعني انت بتبقى عندك شايف السوق والقطاع وكل الاسهم قطاع، زائد ان الداتا دي على طول بتجي لك مده سنه كامله، الداتا كل يوم على الايميل هتجي لكم يا شباب، كل يوم تخش على الايميل هتلاقي بعد السوق، يعني في حدود الساعه 6 كده او قبلها بشوي تلاقي الداتا موجوده، تعمل داونلود تلاقي الداتا عندك مظبوطه، غير ان انا هوريكم ازاي الداتا تتسوى، يعني بالاضافه ان انا هقول لكم هعطيكم البرامج اللي انت عن طريقها تقدر تعمل الداتا، حتى لو ما حبيتش تساب الايميل يبقى عندك البرنامج اللي يخليك تقدر انت ازاي تخلق الداتا دي، وازاي تقدر تكتب مؤشرات عمق سوق، يعني انت ازاي تبدع انت مؤشر، يعني انت ازاي انت تقدر تحط مؤشر وتكنيك وتحط مؤشر، يعني انا مثلا الاكسبرت اللي انتوا شفتوه ده جزء من، يعني مش يعني بعض مؤشرات شفتها مع شويه تعديلات عليها، حلو، تمام، واضحه يا شباب. فيا ريت اللي مهتم انه بالموضوع البريث انديكيتور
بجد يا شباب ات ميك ماني، يعني انت بتشوف الماركت قبل وكل اللي شغالين في السوق الامريكي كل البروفيشنالز لازم يشتغلوا بيه، كل البروفيشنال بيستخدموا المؤشرات. اعتذر، بس كله بيستخدم مؤشرات معينه المتوافق معاه. تمام، وضحت يا شباب؟ حلو. في برضه يا شباب للمهتمين والجداد في كورس برضه كان خاص باستراتيجيات السوق السعودي، تمام، بس او استراتيجيه الاسهم، ده كورس بيعتمد على الشموع اليابانيه والمتوسطات لايف، ده موجود على الويب سايت بتاع يوديمي، تمام، وادي اللينك بتاعه طالع عندكم، وده فيه عليه ديسكاونت 50% تقدروا تشتروه تتفرجوا على 32 محاضره. حلو، هو كورس ممتاز، انا بقول لكم يعني الحمد لله الشباب، يعني انا ممكن اوري يعني الشات للشباب، بس مش عارف الشات هيظهر ولا لا. الشات كده ظاهر للشباب؟ لا ما يظهرش الشات، ما يظهرش، مشكلته ما يظهر. كنت اوريك الشباب يعني رايهم ايه في الكورس، مش مشكله ما ظهرش. ده برضو جزء من الحاجات اللي احنا بنقدمها في كورس فوركس، انا برفع يعني بقالي فتره برفع تريدز لايف في الفوركس، يعني الناس اللي حابه تشتغل في العملات، العملات ما فيهوش بريث انديكيتور، ما فيهاش، بس العملات يعني بنشتغل اللي هي تكنيكس استراتيجيات ديماند وزون والسبلاي زون والفوليوم. يعني ممكن الناس شافوا اللينك الاخير بتاع الدولار ين، وازاي احنا دخلنا على الخمس دقايق بنتريد، وازاي بتخش هنا وتطلع هنا وبار باي بار. فده برضو كورس مهم للناس لو حب حد حابب يهتم بيه. وفي كورس على التحليل الحجمي، التحليل الحجمي يوم 4 ديسمبر ان شاء الله، 4 القادم، يوم 4 ديسمبر القادم، ده بيتكلم فيه عن الفوليوم اناليسز، تمام، وازاي ازاي هاو تو ثينك لايك ا ماركت ميكر، ازاي تفكر زي الهامور، ازاي تعرف ان في ريفيرس، ازاي تعرف ان اللي بيحصل تصحيح. ده لما بتدمجه مع السبلاي والديماند، مع تدمجه مع البريث انديكيتور، بتكون عندك صوره كبيره قوي، كلير فيجن، بتبقى عندك متصور الدنيا بشكل واضح جدا، لانك انت بتشوف اللي حقيقه الماركت، بتشوف صناع السوق وش يسوون واقع، مش هزار، مش كلام، مش مجرد كلام، مش كلام مجرد اقول لك ستوكاستك لما يقطع ادخل، لا، انت بتحاول تفكر ازاي صانع السوق يفكر. حلو، ومناطق العرض والطلب احنا لسه مخلصين كورس امس في مناطق العرض والطلب الحمد لله، وهيبقى برضو مرفوع، هيبقى تقدر تشتري الكورس اونلاين من يوديمي، او انك في الفتره الجايه لما نعلن الكورس ان شاء الله. الشباب اللي لسه ما وصلهمش التسجيل الليله هيوصل التسجيل، لان الفيديو كان طويل، هيوصل لكم باذن الله. في للناس اللي غاويه مؤشرات في كورس انا بقدمه اسمه هندسه مؤشرات، بتكلم بس عن تكنيك المضاربه بالمؤشرات، بس ازاي تستخدمها، يعني ازاي تستخدمها رايت سايد، او يعني ازاي تستخدمها، يعني المجدي امتى تستخدمه وامتى تطنشه. يعني في محاضره عن المجدي موجوده برضو على اليوتيوب مجانيه، اتفرجوا عليها، تمام. في الاي تي ار ازاي، الاي دي اكس، كل دي برضو كورسات حاجات سبيشال. البني، حد يشتغل فيكم في السوق الامريكي يا شباب؟ حد يشتغل في السوق الامريكي؟ مفيش حد، اوكي، ما حدش وصلني، طيب مش مشكله. الاوبشن او السوق، يعني البيني ستوكس، البيني ستوكس احلى من الاوبشن واحلى من كل الاسواق، من كل البيني ستوكس هي الاسهم اللي هي اقل من $5، الاسهم المهبوله اللي انك تشتري سهم، يعني انا يوم المحاضره اللي فاتت على استراتيجيه المضاربه، تمام، هرسلها بالبريد، يوم استراتيجيه المضاربه بعت استراتيجيه مصريه، بعت فرصه تريد، دخلت على 62 سنت، وازاي بعت على ال 43، يعني انت عملت 28% في يوم، فعادي جدا. البيني ستوكس كريزي ماركت، بس ازاي تتبدع بيه، ازاي تشتغل على فيه، ازاي تبقى يعني ماركت اكتف، وفي خير كثير مره، وفي خير كثير مره. حلو، بس ادي الاضافه، ده الايميل خاص بالكونتاكت عند الشباب هنا، هم المسؤول على التسويق، ادي الايميل خاص بيه، بحيث انك ترسله لو اي استفسار، وادي رقم جوالي الخاص انا، والواتساب الخاص بيا برضو، فاي حد حابب يستفسر عن شيء، حابب يستفسر عن دوره، حابب يستفسر عن اي شيء، انا حاضر. زي ما قلت لكم المؤشرات دي تحفه، اقروا فيها اكثر. هيبقى انا اللي هيشترك في النيوزليتر، هيبقى يوميا بيوصل له الداتا، يعني هيتبعت لكم اول حاجه المؤشرات تضيفوها ازاي، هشرح لكم بالفيديو ازاي تضيفوها، وبعدين اوريكم يوميا تيجي الداتا تستخدموها في التحليل الخاص بيكم. جزاكم الله خير، كلها موجوده على تويتر، يعني ادي الاكونت في تويتر بتاعي اهو، عشان الشباب اللي يعني ثانية واحدة هحط لكم الاكونت بتاع تويتر، وهحط لكم اللينك بتاع اليوتيوب لو تسمحوا لي ثانية واحدة بالظبط. لا المؤشرات هرسلها لكم، لا المؤشرات للكل، المؤشرات للكل، المؤشرات تقدر تستخدمها للكل، مش لازم الدورة بس هرسل ال انا قصدي اللي هشترك هياخد الاكسبرت والاكسبلوررز،
ثانية واحدة بس ابعت لكم اليوتيوب، اليوتيوب انا وتويتر، ادي تويتر اهو. تمام، حد عنده استفسار عن شيء يا شباب؟ هوريكم انا كمان، هوريكم مقارنة ان شاء الله في القطاعات مع بعضها، بس تحدث الدات عندي. ادي تويتر، اوكي ادي اكونتي على تويتر يا شباب، هتلاقي عليه انا برفع توصيات عليه لايف، اوكي بحط التوصيات عليه برضو. بس سندو وصل لكم كده اللينك حق تويتر يا شباب، هيرسل لكم اليوم ان شاء الله شباب الفيديو حق امس، تسجيل محاضره كل الكورسات يا شباب اللي بنقدمها متسجله. فيديو امس كان ساعتين ونص، يعني لغايه الصبح كان خلص 40% ريندر يعني. فان شاء الله يعني انا سايبه في جهاز البيت يعني بتعمل له ريندر باذن الله، يكون عندكم الليله باذن الله. ودي هتنزل على اليوتيوب، الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب، تمام هتنزل على اليوتيوب اهو. ادي يا شباب ادي الشانل حقه اليوتيوب اهي، خليني اديها لكم، ادي الشانل فيها كل اللينكات برضو اهي، بينزل عليها كل الاشياء اهي، سند اول تمام، بينزل عليها اليوتيوب، بينزل عليها الفيديو التريد لايف اللي بعملها بتنزل عليها. شباب اهم شيء انك تطبق، ابعتوا واسالوني انا، يعني انا ادي ايميل البرايفت اهو، ده ايميلي انا البرايفت كمان اهو، اكتبه لكم في التكست ثانيه واحده. ادي احمد دودام. وفي يا شباب للي يحب، للي غاوي، للي عايز حاجات يعني زي ما بيقولوا، في بعض الناس بيحبوا حاجه اسمها 1 تو 1، يعني انه ياخد سيشن مثلا دوره الون، بحيث ان هو يطبق معايا ونقعد مثلا في اليوم ساعتين نشرح وندردش انا وهو ووريه لمده 3 4 ايام، مفيش مشكله، ده موجود الاوبشن. لما تبعت للشباب على الفي اس اي كورس هم يردوا عليك ان شاء الله على الاستفسارات دي. طيب جزاكم الله كل خير، ان شاء الله تكون كلام في فائده، ان شاء الله هيكون اللي هتسجله بدءا من الاسبوع القادم هيكون مع بدايه الاسبوع هيوصلكوا الداتا بتاعت كل، هيوصل لكم طبعا المؤشرات الاول، وبعدين يوصل لكم الداتا بتاعت كل السوق السعودي والسوق او سوق قطر للفتره الماضيه كلها، وكل يوم هيوصل لكم التحديث، يعني كل يوم هيوصل لكم التحديث، وبرده بالمره هيكون في التحديث ده برده بيانات السوق، يعني هكون ضايف لكم بيانات السوق فتحملوها مره واحده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونراكم على الف خير.